شو اللي صار؟ اللي صار يا بوجود لعلنا نتذكر لما قلت ان الهلال الان يعيش تحت رحمه مزاجيه لاعبين. بالضبط هذا اللي انا قد شفته اليوم، بالتاكيد مباراه الباطن كانت مخجله للهلال. اليوم لو المتابع الهلالي يشوف فريقه ويشوف الحرص والمسؤوليه والضغط ومحاوله استرجاع الكره، تشوف كاريلو كيف ينزل نقطه تحت يتابع العبيد ويرمي اوت هناك، وكيف الثنائيات بين البريك وكاريلو اللي افتقدناها كثير، نشوف كيف يقالوا يرجع يغطي ويصير خلف الكره. لان اللي يتابع الكره ويتابع الهلال يدري انه وراء الهلال كافراد يعني اضعف الخطوط عنده. فلذلك اذا ما بدا الدفاع والضغط من بدايه المهاجمين، من عند يقالوا، من عند كاريلو، من عند اذا نزل ميشيل ولا سالم الدوسري وينزل معاهم كنو، اكيد راح ينكشف وراء. يعني هذا بالتاكيد اليوم انت قاعد تشوف التحدي في كيف يسترجع الكره اللاعب الهلال، هذا اللي اعطاهم التفوق. اضافه الى الشيء الاخر، الشيء اللي قاعد يصير في الاتفاق، يعني دائما انا اقول اذا صار قائدك جبان بالتاكيد يدخل الشك حتى في جنودك. فاذا صار مدربك جبان يدخل الشك حتى في اللاعبين. انت جالس تلعب بخمسه تقدمهم قدام، وبعدين حتى في اشياء الونتو اللي جالس يسويه البريك مع كاريلو، والله انا قاري وانا في بيتنا جالس واضح الون تو، عينك عينك ما كل يدري عنه الا حق الاتفاق ما يدري عنه. كورتين وهدفين لا بس احيانا لا بس بقول لك شغله مريم، ترى اتفق معك، يعني في لعيبه مكشوفه حركتهم، مكشوف لعبهم، مكشوف اسلوبهم، لكن جوده اللعبه حتى لو انت تبغى احيانا ما تقدر. يعني اعطيك مثال، خلينا نروح من الهلال شوي مع تاليسكا في النصر. تاليسكا لازم في كل مباراة عنده على قوس ال 18 واحدة يشوتها، يلعبها اللاعب وترجع له ويلعبها ويماشي. هذه معروفة في كل مباراة، وفي كل مباراة يسويها. يعني أحيانا جودة اللعبة حتى لو أنت مركز ما تمشي معك. إذا أعطاه الون وراح أخذ التو تراها من بعيد ياخذونهم، مو بتجيب جنب بعض يعني المسافة مكشوفة. إي يعني مديك تروح تاخذ، تروح تشرب مويه وترجع وتلاقي تو التو يجي، وهذول ما وخمسه مدافعين، مو مدافع واحد. هذه نقطه. الشيء الثاني برضو المدرب بعد خراب مالطة منطرد منه لاعب، جاء الشوط الثاني بدا يطلع اسلحته، بدا ينزل كوايسن وبدا ينزل الكويكبي وبدا يطلع العبيد وبدا ينزل محنشي حطه محور ثابت، وين خلاص طرت برزاقه. يعني الفكره انت الان بالطريقه هذه تحسس الفريق، تحسس حتى فريق انك ضعيف، انت عند فريق المقابل. فلذلك الاتفاق اذا وصل للمرحله هذه ان المدرب يبغى يحافظ على السي في حقه انه ما يخسر، هذه اشكاليه.